مين اكتر ست بتعجبك يا حسن؟ نجلة بدر. فعلا؟ ايه ده، انا بحس ان العلاقه باظت. ايه بيعجبك بقى في حسن؟ في نجلة؟ طيبه وجميله. لا انا بكلم كأنثى بقى. لا كل حاجه فيها ما شاء الله. بص بنت ايه يعني، حافظها انت يا حسن. شفت يعني كل حاجه يعني واحده عارفه كويس او عارف كويس نجلة بدر. يعني لا نجلة بدر انثى. طب لو خنت نجلة هتخونها مع مين؟ لو خنت نجلة اخونها مع مين؟ لازم حد بيبقى اجمد من نجلة بقى. اكيد يا حسن. اكيد هند رستم طبعا. يعني هو مفيش حد اجمد من نجلة غير هند رستم؟ طبعا. طبعا. نحن في وحوش. في وحوش. انت مش شايفه حد خالص؟ والله ده ذوقي يا اخي. انت اتحكم في ذوقي، انا كده راجل ومزاجي. ايوه يعني نهاد شريف. نهاد شريف. لا احنا بنتكلم في الجيل الجديد. في الجيل الجديد؟ هقول لك. يعني انت كحسن وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون مثلا بيعجبك مين؟ لا كتير اتصور، انا بشوف بنات كتير على موزس. يعني انا بحب شكل نيلي كريم جدا عشان تبقى عارف، ورانيا يوسف بحس انها موزه وسكسي. انت بتقولي انت حسن بتحب الاغراء، ويعني يبقى رانيا يوسف. عايزه بتحب الستات جدا. رانيا يوسف. رانيا يوسف. انا بحب جسمها، جسمها حلو. صح ولا انا غلطانه؟ كايه؟ كأنثى جسمها حلو. عندها مواصفات حلوه في تكوينها الجسد. اكيد اكيد اهو. على رايك معايا. على رايك معايا. لا رانيا يوسف تكوينها الجسدي حلو. لما تعجبك بقى رانيا يوسف ممكن تخش تتكلم معاها وبتاع وتبقى جريء وبتاع. لا رانيا يوسف محتاج رانيا. بص في تكوين ستات كده اللي هم شبه نجلة بدر، ان هم بيحتاجوا جرأه الراجل. يعني انت تحب بقى اصلا الراجل الجريء. لازم الراجل يقتحمني، انا ما اعرفش اقتحم حد، ما اعرفش اقتحم. يعني انت تعالي نرجع بقى النجلة، نسيبنا من حسن شويه. اعدلي بقى واظبطي كده. لا اظبطي نجلة. ايوه اعدلي كده. ثانية واحدة بقى. في حد عمل زي حسن بقى ودخل عليك بنفس الطريقة دي؟ طبعا. انا ما بعرفش ادخل على راجل عشان تبقى في، يعني لازم الراجل يقتحمني عشان انا من النوع اللي ما بعرفش. مفيش ولا مرة دخلتي راجل عاجبك ما بلحقش. طب ما بتعمليش اي حركات بتحومي عشان تخليه يجي خالص؟ عمري ما عملتها. يعني انا هقول لك حاجة، انا القصة اللي اتقالتني ان انا اختير وليس اختار. يعني هو الناس هي اللي بتقتحم حياتك، فانت بتنقي اقرب الناس اللي انت مرتاح لهم. لكن ان انت تقتحم حد عمري ما عملتها.